التوقعات ديالي انا ك ك ك كمغربي ان شاء الله الفوز لفريق الوداد البيضاوي، كما اليوم فرحونا ريال مدريد ان شاء الله نهار الاثنين غادي يفرحونا الوداد، لان الوداد كيمثل لنا المغرب وحنا كنا مغاربه سواء رجاويين ولا وداديين، بركان الماس كل شيء. نهار كيكون اللاعب شي فريق مغربي مع شي فريق اجنبي خارج المغرب خصنا ننتميو لهذاك الفريق رغم الانتماءات ديالنا سواء كنا رجاويين ولا وداديين. المهم نهار الاثنين ان شاء الله نتمنوا على الله انه يفوزوا لنا بالشامبيونز ليغ افريكا ان شاء الله. ما كنتوقعش النتيجه ولكن كنتوقع ان الكوب غادي تهز في كازا ان شاء الله.